مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا في كل مكان، ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. منورنا النهاردة الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق. صباح الفل دكتور عبد الله، وسعداء بوجود حضرتك معانا. اسمح لي دكتور عبد الله، يعني قبل ما نبتدي مع حضرتك والسادة المشاهدين جولتنا الإخبارية، أتقدم لحضرتك بخلص العزاء في وفاة الوالد، يا رب إن شاء الله ربنا يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى ويرزقكم الصبر إن شاء الله. على روحك الجميلة، وأشكر البرنامج والقناة يعني على هذه الروح الجميلة. ووالدي يعني فخر لينا لأنه كان أحد أبطال حرب اليمن وحرب أكتوبر، ويعني من الجير المحاربين القدماء، فرحمة الله عليه. يا شكرا رب جزيلا. ربنا يرحمه إن شاء الله. طيب خلينا نبدأ مع حضرتك جولتنا الإخبارية والسادة المشاهدين ببيان رئاسة الجمهورية حول الحدث الهز العالم بالأمس، حيث نعت رئاسة الجمهورية بمزيد من الحزن والأسى وفاة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى. وتقدمت رئاسة الجمهورية باسم قيادة وحكومة وشعب مصر بصادق التعازي وخالص المواساة إلى الأسرة الملكية البريطانية وإلى المملكة المتحدة وحكومتها وشعبها الصديق. وقالت رئاسة الجمهورية: لقد كانت جلالة الملكة إليزابيث الثانية مثالا رفيعا عن يحتذى به في تفانيها في خدمة شعبها وبلادها على مدار أكثر من 7 عقود. ساهمت خلالها في تقديم نموذج فريد للقيادة الملهمة وللقيم الأخلاقية النبيلة ولتحمل مسؤوليات شرف تمثيل شعبها ووطنها باقتدار وحكمة، وللعمل الصادق من أجل مد جسور السلام والتعاون بين الشعوب والحوار بين الأديان والثقافات، تعظيما للقيم الإنسانية المشتركة بين الحضارات حتى أصبحت رمزا محل تقدير العالم بأسره. وتابعت: إن جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا تعرب عن مشاطرتها للمملكة المتحدة وشعبها ببالغ الحزن والألم لهذا الفقد الكبير، فإنها تدعو الله أن يلهم أسرتها وشعبها ومحبيها في بريطانيا وحول العالم الصبر والسلوان. يعني أكيد حدث يعني ألمنا جميعا، وامبارح هز العالم بأسره، لأن الملكة إليزابيث يعني مش بس لأنها هي كانت أكبر ملوك العالم، وعلى مدار 7 عقود يعني تربعت على عرش المملكة المتحدة، ولكن لأنها كانت شخصية مفعمة بالحيوية والنشاط حتى آخر لحظات من عمرها، وكانت دايما بتقاوم يعني التحديات، شهدت على أحداث كتيرة من بداية الحرب العالمية الثانية والعديد من الأحداث وصولا ل 2022 وبالأمس تحديدا في وفاتها. كيف قرأت هذا البيان؟ وطبعا أكيد علاقات مصر وطيدة وقوية وتاريخية بين مصر وبريطانيا. صحيح، يعني طبعا شيء يعني رائع وممتاز من الدولة المصرية حرصها على العلاقات الدولية، وخصوصا طبعا علاقتها بالدول الكبرى. احنا بنتكلم علاقتنا ببريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يعني من أقوى العلاقات. وبريطانيا يمكن بحكم ان هي كانت دولة احتلال قبل كده، ويعني أول قطارات في العالم اتعملت، يعني احنا المحطة بتاعتنا هي شبيهة بالمحطة اللي معمولة في لندن، مزبوط. وبالتالي كانت من أول القطارات في العالم، السكك الحديدية. وبالتالي السكك الحديدية ده بيدل على أني لا، كان هناك تقدير لقيمة مصر في هذا الكلام، بغض النظر طبعا عن فترات الاحتلال اللي احنا كلنا طبعا كنا بنرفضها تماما، واللي في الآخر عن طريق القوات المسلحة المصرية تم الجلاء عن مصر. لكن تظل العلاقات الطيبة ما بين مصر وما بين الدول الكبرى، وبالتالي هذا النعي لملكة خدمت شعبها فترات طويلة جدا، وكانت في فترات عصيبة جدا مرت بسفينة بلادها إلى بر الأمان في الكثير من المواقف، وليها مواقف كثيرة جدا مع كثير من دول العالم. فخالص العزاء طبعا بريطانيا حكومة وشعبا. أكيد. طيب خلينا ننتقل لخبر آخر، والحقيقة خبر يعني بيشمل العديد من الرسائل الهامة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وامبارح كان عندنا حدث هام جدا خلال حفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس وافتتاح القرية الأولمبية التابعة للهيئة، حيث أكد الرئيس أن مصر نجحت في تحقيق مسيرة التنمية خلال الفترة السابقة بدعم الأشقاء في الخارج
الخليج قائلا: دعم الأشقاء في الخليج ساعد مصر على الاستمرار في البناء والتنمية رغم التحديات، ولولا هذا الدعم لما استمرينا بهذه المعدلات الحالية. وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أن الدولة حريصة دائما على توفير مخزونات استراتيجية من السلع لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والعمل على مواصلة توفير السلع بأسعار مناسبة رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس لتعزيز الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، حيث تعزز القطع البحرية الجديدة تنافس قناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة. حدث مهم جدا كنا بصدده امبارح، وكنا بنتابع الحدث كلنا كمصريين سواء متخصصين او غير متخصصين بكل فخر. ليه؟ لان عندنا انجازات حقيقيه على ارض الواقع. والحقيقه في نقطه هنا دكتور عبد الله، ان دائما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستثمر هذه الافتتاحات والمشروعات في الحديث بشكل عفوي، بالضبط بشكل عفوي وانساني مع كل المصريين فيما يجول في خاطرهم. فالحقيقه كان في اكتر من رساله محتاجين نتوقف عندها، وهيدك شفت امبارح افتتاح هذا الانجاز اللي بيضاف الى قائمه الانجازات المشروعات القوميه في مصر ازاي. يعني في البدايه مصر على الرغم من الظروف الدوليه والعالميه ومحاولات التشكيك اللي هي بتدور عليها من يدعوا أنهم معارضين في الخارج، إلى أن الدولة المصرية حريصة على إكمال مشروعاتها بصورة متواترة وصورة منتظمة. مصر يكفي رغم الظروف الصعبة، وإحنا الظروف الصعبة اللي إحنا بنمر بيها مش إحنا بس اللي بنمر بيها، عالميا دول كثيرة جدا، يمكن دول أوروبا بنشوف دلوقتي بدأت تعاني من إشكاليات كثيرة بعد حرب أوكرانيا وروسيا. فإحنا بنتحدث على ان الدولة المصرية لدينا اشكاليات، واحنا بنعترف ان في اشكاليات، بس دي نتيجة الظروف العالمية اللي اتأثر بيها الجميع وليست مصر وحدها. لما نيجي نتكلم على وقوف الاشقاء بجانب مصر، ده نوع من انواع الاعتراف بالعلاقة والاخوة ما بين الدول العربية، خصوصا طبعا المملكة العربية السعودية، الامارات، الكويت، البحرين، عمان، وغيرها من غيرهم من الأشقاء اللي هم سواء كان دعما ماديا أو كان دعما معنويا في كثير من المواقف. وشفنا بعد مواقف دول المغرب العربي سواء كانت تونس، الجزائر، المغرب وغيرها، العلاقات الطيبة اللي بتجمع ما بين بالذات سيادة الرئيس و السودان، علاقات أنا شايف إن هي برضو علاقات طيبة جدا لم تتأثر ببعض محاولات البعض لزعزعتها. إذن وقوف الأشقاء بجانبنا، حديث سيادة الرئيس عنه في مناسبات عديدة، وهو اعتراف كلنا كشعب مصري بنكن كل التقدير والاحترام للأشقاء العرب خصوصا في دول الخليج، لأن كانت فترة فعلا عصيبة قاسية وصعبة جدا. لولا وقوف الأشقاء زي ما قال سيادة الرئيس كانت الأمور كانت هتبقى أكثر صعوبة بكثير. مع هذه الافتتاحات في قناة السويس اللي احنا بنعتز بيها، وسيادة الفريق أسامة عامل شغل رائع أنا بحييه عليه من خلال قناة حضراتكم المحترمة، فهذه الرسائل في هذا التوقيت هي رسائل طمأنة ورسائل هامة جدا. شايف أني في جاية في توقيت هام جدا توضيح بعض الأمور من خلال هذه الافتتاحات. سيادة الرئيس أرسل بها رسائل سواء كان في الداخل أو في الخارج. دي حقيقة فعلا، وزي ما حضرتك قلت دكتور عبد الله، يعني مصر دايما ما بتنساش أبدا اللي بيقف جنبها في كل المواقف، وربنا يا رب إن شاء الله كده يزيد من استثماراتنا ومن تقدمنا إن شاء الله في كل المجالات. طيب ما زلنا بنتناول مع حضرتك حديث سيادة الرئيس بالأمس، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى المصريين يطالبهم فيها بالوقوف خلف بلادهم وليس خلف شخصه كرئيس للجمهورية أو الحكومة، ولكن دعم بلادهم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعليق بحفل تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: هتسيبوا بلدكم يا مصريين وتتخلوا عنها؟ عايزين نشيلها عشان نعدي بيها، ولازم تفضل يا مصري حاطط كتفك في ظهر بلدك في كل وقت، مش ظهري ولا ظهر الحكومة. واوعى حد يضيع حلمك، واوعى حد يحبطك ويصيبك باليأس.
واختتم حديثه قائلا: لو احنا مفسدين مش هننجح، واذا كنا مصلحين وبنبني ونعمر وننمي ونغير حياة المصريين للافضل لازم تكونوا متأكدين ان ربنا بيساعد. دي حقيقة، يعني كلام حقيقي ومنطقي جدا، ان يعني ربنا بيساعد المجتهد، ربنا بيساعد اللي عنده خطة ورؤية واستراتيجية واضحة، وده بقى يعني رسالة واضحة ومباشرة لكل محاولات قوى الشر والإرهاب اللي دايما بيحاول ان هو يعني صعب عليه جدا يشوف مصر بتقدم، صعب عليه جدا يشوف انجازات ومشروعات على ارض الواقع. كيف صحيح. شاهدت هذه الرسائل اللي يعني جايه في نقطه صح؟ بصي، هي الدوره المصريه بالذات بعد ثوره يناير مرت بمراحل صعبه وقاسيه. الدولة المصرية لو ترجع بالذاكرة، ويعني وأرجو ألا يكون لدى بعض المسؤولين ذاكرة السمكة اللي هو ينسوا المواقف اللي مرت بها الدولة المصرية. الوطنيين الشرفاء زي ما بيقولوا كده هم معروفين ووقفوا جانب دولتهم، لم يتلونوا. يعني في فترة بالذات 2011 و12 كانت كاشفة، لكن للأسف شديد بعض المسؤولين يعني بساعات بينسوا بعض الحاجات، وبعض بينسوا ان في بعض الناس كانوا متلونين. يعني في ناس كانت قبل الثورة مع ناس وأثناء الإخوان معاهم، وبعد الثورة مع ثورة 30 يونيو، يعني باختصار بياكلوا على جميع المواد. وللأسف الشديد دول لما بيلاقوا الدولة في مرحلة تعثر بيبتدوا بقى يحطوا رجل بره ورجل جوه تحسبا عشان لا قدر. لكن مصر الحمد لله مصر قوية، مصر قادرة، مصر بأبنائها المخلصين الشرفاء الموجودين. وإن كان بعض المسؤولين يعني من الممكن أن هم زي ما بيقولوا كده بينسوا نتيجة الأحداث، للأسف شديد بتنسى البعض. لكن دكتور عبد الله، الشعب المصري ما بينساش، والشعب المصري بيكون واعي جدا وعارف مين اللي واقف مع دولته بشكل حقيقي وبيشتغل على أرض الواقع. شايف قيادة سياسية وشايف رئيس كل همه أن بلده تتقدم، كل همه دايما يقول أن احنا محدش بيعمل حاجة لوحده، أن المصريين كلهم لما يتكاتفوا مع بعض بلدنا هتكون أحسن. يعني بص يا استاذه هند، هو القصه يمكن انا عشان عاصرت هذه الاشياء كثيرا جدا، وشفت ثورتين، وشفت بعض الناس نتيجه الخوف مش من معارضين الخارج، لاني عدوك انت تبقى عارفه. انا بالعكس، انا لما اعرف عدوي وشايفه تمام، ده سهل جدا مواجهته. يعني انا دلوقتي لما يجي يتحدث من الخارج، الجميع يتحدث، الشعب المصري عنده من الوعي يعرف ان اللي في الخارج دول هم عاوزين يقوضوا الدولة المصرية ويوقعوها. الإشكالية كلها في المتلونين اللي في الداخل، اللي هو بيفضل، وده على فكرة بعض الناس ابتدينا نسمع أصواتهم في انتقادات معينة. القصة كلها انا لما يكون بلدي في مرحلة صعبة، انا بتكلم عليك عبد الله المغازي وراجل مريت بمراحل، ليس من الوطنية إن أنا تكون بلدي في مرحلة متعسرة وصعبة وابتدي في توجيه سهام تؤدي إلى تقويضها وتؤدي إلى انهيارها وعرقلتها. لا بالعكس، أنا لازم أكون واحد من الناس الداعمين. مش هذا التوقيت بالذات في الظروف العالمية الصعبة والمرحلة الصعبة اللي بتمر بها البلد وابتدي إن أنا أعمل. تاني حاجة، لازم يكون بعض المسؤولين، أنا بتكلم على بعض، لأن للأسف شديد بعض المسؤولين ما عندهمش من الوعي السياسي اللي هو يقدر أنه يتكلم. أنا واحد من الناس، أنا مع سيادة الرئيس فيما يتحدث عن المكاشفة. يعني أنا دلوقتي لازم بعض المسؤولين يتحدثوا، وخلينا نكون صرحة مع بعض. نحن نتحدث عن محافظ بنك مركزي جديد. إذا نحن سوف نتحدث عن أشياء، عن حاجتين مهمين جدا. أولا، البنك الأوروبي عمل امبارح رفع الفايدة 75 نقطة. مظبوط. وأنا مغمض، لازم أنا كمسؤول أهيأ الشعب عندي، أنا بتكلم كمسؤول، إن في سعر فايدة هيحصل ارتفاع سعر فايدة عندي في الاجتماع بتاعنا في يوم 22 تقريبا. مظبوط. القادم، ولازم أهيئ الشعب عندي إن في تحريك لسعر الدولار. أنا بتكلم كلام لأن أنا راجل كنت مسؤول، عشان ما يبقاش الناس متفاجئة. لا، لازم أنت لكن تقول له لا أنا كويس، لا أنا تمام، لا ما هي دي. أنا كويس وتمام، والدولة المصرية الحمد لله بفضل القيادة السياسية وبفضل شعبها إن هي بتوفر السلع
في توقيتات صعبة دول كبيرة ما بتقدرش توفرها، بتوفر استقرار أمني، بتوفر استقرار في أشياء كثيرة جدا، لكن يجب أن يكون هناك أشياء من المكاشفة. أوكي. هذه المكاشفة هتساهم بصورة كبيرة جدا في الاستقرار، وإني محدش يستغلق يقولك ما احنا قلنا لكم، لا احنا اللي بقى اللي بنقول يا جماعة واحدة واحدة الدنيا تعمل، لإني هذه المتغيرات طبيعية جدا. أكيد، وهو ده يعني شعار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، حديث طبعا المصارحة والمكاشفة. طيب خلينا بقى ننتقل من الشأن المحلي للشأن الدولي، زي ما حضرتك كنت بتتكلم وتأثيرات بقى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث حذر مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا من أن المواجهة غير المباشرة بين الناتو وروسيا تزيد بشكل خطير من احتمال صدام مباشر بين الجانبين. وفي وقت سابق حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي رابكوف من أن سياسة الناتو المدمرة المتمثلة في تجاهل الخطوط الحمراء التي حددتها موسكو محفوفة بالمخاطر، وأضاف المسار المدمر بتجاهل خطوطنا الحمراء الذي تسير عليه دول الناتو محفوف بالمخاطر، ومن الواضح أن هذا ينطوي على المزيد من التصعيد وصولا إلى صدام نووي بما لذلك من عواقب وخيمة، مشيرا إلى مخاطر استخدام الأسلحة النووية، فالدول التي لديها ترسانات نووية يجب أن تلتزم بافتراض عدم جواز الحرب بين بعضها البعض. تصعيد جديد، صحيح تصعيد جديد، يعني بي بي بيسبب حالة من التوتر في العالم. هل احنا ممكن نصل الى هذه المرحله، الصدام النووي في ظل ازمه امتدت من شهر فبراير لحد دلوقتي واحنا مش عارفين لسه هتنتهي امتى، تبعاتها الاقتصاديه كبيره، تبعاتها في ازمه الامن الغذائي، الامن الطاقه، يعني هل ممكن ان نصل الى هذه النقطه؟ هي وارده بنسبه 10%، هي نسبتها ضئيله لكن وارده. ليه؟ لان ما زال حلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه تختبر الصبر الاستراتيجي لروسيا. من المعروف وأنا قلت من أول يوم مع حضرتك إن دي حرب تكسير العظام، حرب استنزاف مقدرات، وأنا قلت إن هذه الحرب الروسية لو روسيا ما قدرتش إن هي تسيطر خلال أيام على أوكرانيا سيطرة تامة، ويمكن أنا شايف يعني أنا مش راجل عسكري بس هم ما قدروش إن هم لو كانوا سيطروا من أول يوم بالذات على العاصمة وتم السيطرة على أوكرانيا كان الوضع مختلف، لكن دلوقتي إحنا بنتحدث على أن هناك حرب بالوكالة، كل دولة عاوزة تنتقم من روسيا وتستنزف، وهو ده بيحصل بالفعل، استنزاف المقدرات الروسية اللي بيحصل، تدي أسلحة تمام، وبعض الناس المتدربين اللي يقولك متطوعين طبعا ممكن إدخال عناصر من قوات أجنبية بحكم أن يقولك إيه ده متطوع، مزبوط. متطوع بريطاني، متطوع أمريكي، متطوع فرنسي، لكن هو في الحقيقة من الممكن أن يكون جزء من جيش بلده، وده طبعا مع مرور الأيام هنكتشف هذا الكلام، لكن وارد أن تكون هناك حرب نووية. اللي أكتر حرب نووية ممكن واردة جدا هي ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتايوان. فعشان كده احنا قلنا من اول يوم هناك تغير استراتيجي في قوى العالم كبير. قوى العالم هتتغير لان احنا هنتحدث عن تحالفات، وانا قلت من اول يوم البعض يقول لك لا اصل روسيا والصين يعني ما بينهم مصالح متعارضه، لا هي مصالح ممكن تكون متعارضه في بعض القضايا، لكن هيجي يوم من الايام وهنسمع عن تحالف قوي جدا ما بين الصين وما بين الهند وما بين روسيا فيما يتعلق بتوازنات قوى جديدة تماما، لكن وارد بنسبة 10% أن يحصل صدام نووي، خصوصا أن المحطة النووية في أوكرانيا طبعا بدأ يحصل عليه أشكاليات. يعني باختصار إذا كنتوا أنتوا بتصدروا أسلحة لأوكرانيا، طيب أنا هصدر لكم مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالطاقة، لأن طبعا إحنا عندنا هذه المحطة بتغذي تقريبا أوكرانيا كلها، ولو قدر الله حصل لها أي حاجة هتعمل تأثير إشعاعي أكبر بكتير من تشيرنوبل قبل كده. فبالتالي أنا أعتقد أن حلف الناتو بيلعب بالنار فيما يتعلق بهذا الكلام، والمستفيد الأكبر اقتصاديا وعسكريا هي الولايات المتحدة الأمريكية. أرجو من قادة الغرب أنهم يدركوا تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية ما يهمهاش قوي التضحية بعدد من الدول الغربية في مقابل أن هي تتخلص
من قطب من الأقطاب اللي هي الكبيرة جدا وهي روسيا، في مقابل حفنة من أو عدد من الدول الغربية. عشان كده دول الغرب لازم يدركوا ده تماما، والضرر الأكبر هيحدث على أوروبا، ويمكن هيبتدي أهو مع شتاء قارس خصوصا مع قطع الإمدادات الغاز الروسية نورد ستريم 1. يعني الحقيقة بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم دكتور عبد الله المغازي معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، شكرا جزيلا يا فندم على هذه القراءة التحليلية. تحياتي لحضرتك. بشكركم مشاهدينا على المتابعة، لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا وبعد الفاصل فضل نعمة الحمد والشكر لربنا سبحانه وتعالى مع فضيلة الشيخ محمد عيد كلاني أحد علماء وزارة الأوقاف.